الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. أخبار المال والأعمال وفاطمة خليل، إليك فاطمة. شكراً يوسف عبدين، شكراً أدا إبراهيم، وأهلاً بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. تبدأ غدا فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 22 إلى 26 من مايو تحت شعار حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا بحضور نحو 4000 مشارك. وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها مصر الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، والتي كان آخرها عام 1999. كما تعتبر مصر ثالث أكبر مساهمي البنك وواحدة من أكبر الدول المستفيدة من عملياته التنموية. بعث محافظ البنك المركزي حسن عبد الله برسالة لترحيب الجميع المشاركين في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، ونقل تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركين في الاجتماعات التي تستضيفها مصر للمرة الثالثة. وخلال كلمته أشار عبد الله إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الكامل لضمان نجاح هذا الحدث الهام. كما أكد محافظ البنك المركزي أن اجتماعات العام الحالي تأتي خلال فترة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي والإقليمي، حيث يواجه الاقتصاد العالمي تباطؤا في النمو وارتفاع التضخم وتزايد التوترات الجيوسياسية. تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق ليسجل نحو 7.1% من إجمالي قوة العمل. أشارت بيانات الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء إلى انخفاض معدل البطالة بين الذكور إلى 4.5% خلال الربع الأول بعدما سجل 4.7% في الربع السابق. كما تراجع معدل البطالة بين الإناث إلى 19.2% بعدما كان 19.3% في الربع السابق. قام وزير البترول طارق الملا بوضع حجر الأساس لشركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية، كما افتتح وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة استخدامه، والتي تعد واحدة من أكبر وحدات معالجة مياه الصرف الصناعية. أكد الوزير على أن المشروع الجديد يعد واحدا من مشروعات القيمة المضافة للثروات الطبيعية. كما لفت الوزير إلى التعاون الواضح مع جهات الدولة في تذليل أي تحديات قد تواجه الإسراع بالمشروع الجديد في ظل توسع الطلب المحلي والعالمي على منتج من سماد نترات الأمونيوم. في سوق المال سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات مستهلة تداولات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل مؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين العرب الأفراد. سجل رأس المال السوقي للبورصة مستوى 1.9 تريليون جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 1.4 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 69% ليغلق عند مستوى 16860 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 2996 نقطة. صعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 4545 نقطة. في منطقة الخليج اختتم المؤشر السعودي تعاملات اليوم على استقرار وسط تعادل في عمليات البيع والشراء بعد تعليق مفاوضات لرفع سقف الدين الأمريكي. سجل المؤشر السعودي تراجعا هامشيا بلغ 2%، كما هبط مؤشر بورصة عمان بنسبة 27%، في حين صعد مؤشر السوق الأول بالكويت بنسبة 45%، وفي قطر ارتفع المؤشر بنسبة 1.1%. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لأدا ويوسف لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة.